والله العظيم اني لازم اخلص البرج مالتي، اريد يصير عندي برج مثل صديقي هذا اللي عنده برج ابو الايميرالد الخرافي. اوكي ماكو مشكله، ماكو مشكله، خلي احنا نكمل نشتغل على البرج مالتنا الاسطوري. وحده اثنين ثلاثه اربعه، اوكي من هنا نفس الشيء نطلع اربعه، يعني ان شاء الله راح يكون عندنا برج اسطوري وخرافي وما في احسن من عده يا شباب وبنات. الحمد لله والشكر على كل حال. هاي هاي شنو الخشب مالتنا؟ خلاص اوكي اوكي خلي انزل جوا اشوف هذا الصندوق بلكت بعد عندي موجود. اي موجود الخشب الحمد لله والشكر على كل حال يا شباب وبنات. اوكي اوكي خلي نروح هسه لهناني ونكمل نشتغل. اوكي همزين عندنا درج، والله الحمد لله والشكر على كل حال يا شباب ويا بنات. خلص البرج مالتنا وان شاء الله راح يكون عندنا افضل واحسن برج بالعالم كله. يلا هسه خلينا نصعد فوق. وحده اثنين ثلاثه اربعه خمسه، الله خلصنا شباب البرج مالتنا. بس هذا البرج مو مثل البرج مال صديقنا هذا اللي عنده برج ابو الانيرالد. وينه وينه؟ شوفوا البرج مالته احسن من عندي بمليون مره يا شباب وبنات. بس شلون ورط هاي؟ اوكي الحمد لله والشكر على كل حال، دوما احنا نقول الحمد لله. اوكي ماكو مشكله، هسه باقي عندنا 19 حبه خشب. اوكي اول شغله نسوي لنا كرافتنج تيبل نجيبه نحطه هنا. ثاني شيء نحط لنا باب، لان الصراحه تعرفون هسه اذا راح يجونا زومبي لا الباب ما عجبني داخل، لازم يكون برا الباب، لان الصراحه لازم يكون عندي باب كلش كلش اسطوري يا شباب وبنات. ايوه بالضبط، هسه صار عندنا بيت برج كلش كلش اسطوري. اجت لي فكره شباب بنات، ليش ما احنا نعدل البرج مالتنا ونحط ونسويه برج اسطوري خرافي؟ ليش راح يكون برج تقليدي؟ ليش ما احنا بنسوي به فيكات ونسوي حركات مثلا؟ هذا كله نشيله، شنو رايكم شباب؟ عجبتكم الفكره او لا؟ اوكي هذا اذا كله مفلش تفلش برايكم يكون شكل اسطوري او مو اسطوري؟ اوكي خلي نشوف. صار احسن والله العظيم يا شباب وبنات، صار احسن بمليار مره. اوكي ماكو مشكله، وبنفس الوقت جاي نجمع احنا بخشب الحمد لله والشكر على كل حال. وهنا ان شاء الله راح يكون درج حتى يكون الشكل بيرفكتو. اوكي هسه نجي من هنا ونفس الشيء نفلش لنا هذول الخشبايات اللي موجودات هنا. والله الحمد لله والشكر على كل حال يا شباب وبنات، عندي هسه برج ابو الخشب. بس المشكله اني فقير اعتبر، يعني اصدقائي كلهن عندهن شغلات رهيبه وبيوت اسطوريه، يعني مثلا هذا عنده مسبح ابو الدايموند، وهذا عنده نافوره ابو الدايموند، وهذا عنده برج ابو الايميرالد، يعني كل اصدقائي اغنياء بس اني فقير. اوكي الحمد لله وشكرا لك الحال. هسه احنا محصلين 19 حبه خشب، واحنا هسه خايفين من الوحوش، شنو رايكم يا شباب وبنات احنا نسوي لنا هسه دروع؟ اوكي ماكو مشكله، هسه خلي نروح لهنا نسوي لنا دروع. اول شيء سوينا خوذه خشبيه نسوينا تستبليت خشبيه، بنطلون خشبي، باقي بوت شباب بوت ناقصنا شويه بلوكات خشب. اوكي باقي بوت الحمد لله وشكرا لك الحال. اوكي نفلش لنا هاي الخشبايه، هسه كم عندنا؟ ثلاث خشبايات، بعد يحتاج لنا بس حبه شباب، بس حبه خشب. خلي نفلش هذا كامل حتى يكون الشكل كله متكامل ومناسب ومتناسق. اوكي ماكو مشكله الحمد لله والشكر على كل حال، هسه نقدر نسوي لنا بوت خشبي. واو والله العظيم فتشيخ فشاري يا شباب ويا بنات، هسه نسوي لنا بوت خشبي. اوكي والله العظيم يا شباب وبنات اكو مشكله، اني الصراحه تعبت من حياتي، والله الصراحه طفشت من الفقر، ما اريد ابقى فقير، اني اريد اصير غني مثل هذا صديقي حمايد اللي عنده برج ابو الايميرالد، لان هذا صديقي حمايد كلش كلش غني يا شباب وبنات، مو مثلي اني عندي برج مال خشب مال فقره. لازم هسه اشوف لي طريقه مناسبه او طريقه خرافيه حتى يصير عندي فلوس مثل هذا حمايد. اوكي ماكو مشكله، شنو رايكم يا شباب ويا بنات؟ هسه نروح نفلش له هاي البلوكه ابو الايميرالد. اوكي خلي نفلشها. اوكي 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 خلي نفلش هاي البلوكه. اي منو منو شباب كماشني؟ اي يا ولد، ايش منو هذا اللي جاي يفلش لي بالبلوك مالتي مال الايميرالد؟ اي منو شباب بنات هذا منو؟ هاي ولد ادخل ادخل يا ولد ادخل. اوه سلام عليكم القروي اللي عيونك مال الايميرالد. اي طبعا اني حميد العيوني مال الايميرالد الخضر. شنو انت جاي تسوي؟ يعني انت جاي تفلش لي بالايميرالد مالتي؟ ما تعرف انه اني اقدر اقتلك؟
لا لا ارجوك ارجوك لا تقتلني، انا ماشي ما قصدي كذي، انا قصدي ادق عليك الباب بس انا شوي احول فدقت شو اسمه هذا البلوكات مال الايميرالد. والله اسف عم حميد القروي اللي عيونك خضر. يا اخي انقلع بعد ترجع لي مره ثانيه. اه شباب حميد طردني يا ربي، يا شلون مرت هاي. آه يا حميد افتح لي الباب. لا لا بعد لا ترجع مره ثانيه، بعد لا ترجع. ارجوك ارجوك والله انطيك اي شيء تريده بس افتح لي الباب. اوكي اوكي خلاص خلاص، شنو تريد من عندي يا اخي؟ والله العظيم اني اسف حميد، والله العظيم ما كان قصدي انه افلش لك هاي البلوكه مال الايميرالد. يعني شنو كان قصدك؟ ما تقول لي. قصدي ادخل بس ادخل لك حاجيك، لان الصراحه اشتقت لك. اني منو يعرفني؟ اني ما اطلع من البيت يابا، شلون تعرفني انت؟ والله اعرفك انت عندك البرج الاسطوري ابو الايميرالد، مو مثل اني عندي برج الخشبي. اوه انت هو صاحب برج الخشب الفقير. ايه ايه بس ليش جاي تستهزئ فيني؟ يعني لان اني ما عندي فلوس، ولان اني البرج مالتي ابو الخشب مو مال دايمود، يعني انت تقول لي هيك فقير؟ والله حرام عليك عم حميد. اني شو اللي علاقه بيك يا بي؟ روح انقلع. اوكي خلاص خلاص، بس والله الصراحه اني نفسي انه انت تنطيني شوي ايميرالد، هذول شوي ايميرالد، والله الظاهر انت كلش غني وعندك هواي بلوكات ايميرالد، ف والله الصراحه ودي تنطيني شوي ايميرالد. شنو؟ اني الايميرالد؟ يعني اني القروي اللي عيوني مال ايميرالد تريدني اني انطيك ايميرالد؟ والله مو حرام، ما يصير ما يصير. شنو ما يصير؟ يعني شنو تقدر تنطيني؟ اقدر انطيك دايموند، اقدر انطيك ذهب، ايرون، ردستون، لابز لازولي، بلوكات مال فحم، اي شيء اقدر انطيك اياه، بس الايميرالد ما اقدر انطيك. يا اخي لا تعيد هاي مره ثانيه. خلاص خلاص خلاص، ما اريد الايميرالد مالتك، اريد دايموند. اوه دايموند، اوكي ماكو مشكله، هسه صارت الدنيا ليل، ارجع لي باكر ان شاء الله غدا الصبح راح احاول اني اساعدك. تمام شباب وبنات، حميد راح يساعدنا. واو 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 والله العظيم انا كلش فرحان، يعني قال لي ما اقدر انطيك الايميرالد بس راح ينطينا دايموند. واو واو شباب يا رب يا رب، بس ادعوا لي شباب وبنات انه يقدر ينطينا دايموند، بلوكات دايموند، حتى شنو؟ حتى نغير لنا البرج مالتنا الخشبي الى شنو؟ الى دايموند. اوكي بس قبل كل شيء شباب لازم لنا شويه شمعيات، هاي ما عندنا شمعيات احنا شباب بنا. دقيقه دقيقه، بيتي حرام يكون هيك كله بلا شمع. هاي اصعد 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 يا ورع يا ورع يا زعطوط يا نوب. اوكي نجيب لنا هاي الشمعايه، اقصد هاي الاندرودايه. هسه شنو وين نروح؟ هسه نروح للبيت مالتنا ان شاء الله، نسد الباب اول مره. حلو، نحط لنا الاندرودايه هنا حتى يصير البيت مالتنا مضيء. تمام هسه شو اسوي اني؟ اروح نام احسن لي. يلا تصبحون على خير. صباح الخير، واخيرا اجى الصبح. يلا بسم الله الرحمن الرحيم شباب وبنات، احنا اليوم كلش كلش متحمسين. حتى وين نروح؟ نروح لصديقنا حميد، وان شاء الله ان شاء الله راح شنو؟ راح يساعدنا وراح يعطينا هواي دايموند. بس قبل لا نروح لصديقنا حميد، اي لازم احنا ندور لنا هيك على خروف، نودي له شوي لحم مال خروف او لحم مال بقر، يعني لازم ندلع شوي صديقنا حميد، لانه ان شاء الله ان شاء الله اليوم راح يساعدنا، فماكو مشكله يا شباب وبنات. هاي ليش ماكو خرفان بالمنطقه مالتي؟ هاي شنو هذا الصوت؟ والله ما ادري. اوكي لازم ندور لنا على هيك مثلا خروف موجود، بقره موجوده نقتلها. والله الظاهر ماكو شباب، على الاقل ورده حمراء، اريد وردة حمراء اني اوديها لصديقي حميد. والله العظيم الشباب بنظار ماكو ورود حمراء، شلون ورطة هاي؟ اوكي ماكو مشكلة، او لقد وردة حمراء، ليتس جو ليتس جو ليتس جو، خلينا ناخذها هاي الوردة الحمراء لوين؟ لصديقنا حميد. يلا بسم الله الرحمن الرحيم يا شباب وبنات، ما لقينا لحم للاسف. والله حبيت اودي له لحماية مطبوخة، والله حرامات. اوكي ماكو مشكلة، احنا هسه وين راح نروح؟ راح نروح لصديقنا حميد ان شاء الله، وراح نعطيه هاي الوردايه الحمرايه الحلوه الحلوه. اوكي ماكو مشكله، هسه خلي وين نروح؟ هسه خلي نروح لصديقنا حمود. اي حميد صباح الخير. اي تفضل تفضل تفضل، اهلا وسهلا امير، شلونك شلون الصحه؟ اهلا وسهلا حميد، والله الصراحه اني مستحي شوي. ها شنو مستحي؟ بس شنو تري شنو تري؟ دقيقه 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 شباب، هذا لازم احنا ننطي هدية كلش كلش اسطورية. حميد حميد بس افتر بس افتر، غمض عينيك. لا لا انا يعني ما اقدر، انا ما اقدر. لا 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 بس قلب وجهك شوي، قلب. لا انا ما قلب وجهي. شنو؟ طيب خلاص خلاص. هيا ورع، شنو هاي الديرتاي اللي حطيتها ببيتي؟ فلشي يلا وانقلع يلا. لا لا حميد انا راح انطيك هدية، شوف شوف شوف.
أوه وردة حمراء، والله العظيم أنت كفو، والله شكرا لك، والله خجلتني، والله العظيم أنت أول واحد أو أول شخص بالعالم ينطيني هدية، مو مثل أصدقاء القرويين، حتى حبة آيرون ما ينطيني إياها. والله أنا تعرف أنا كلش كريم. إي والله العظيم هاي الوردة كلش أسطورية، شوف أنا هسه جاي أبوع لها، والله العظيم كلش أسطورية. إي ماكو مشكلة. أنت قلت لي أمس إنه أنت راح تساعدني وراح تنطيني دايموند. شنو؟ أنا قلت لك راح أعطيك دايموند، شو بقيت؟ والله العظيم البارحة شنو نسيت؟ شنو عندك أنت مرض الزهايمر؟ ما شنو فيك أنت حميد؟ يا أخي بس افتكر، والله العظيم أنت البارحة وعدتني. دقيقة البارحة اي صدق انت اجيت لي وكنت تفلش لي، كنت تريد تفلش لي البلوكة مال الاميرالد، واني قلت ما راح انطيك اميرالد وراح انطيك دايموند، مو انت؟ اي اني نفسه، يعني راح تساعدني انت مو؟ ايه راح اساعدك، بس قبل كل شيء اكو مقابل، يعني تعرفاني حميد ما انطيش مجاني، لازم اكيد مقابل. طيب خلاص بس قل لي شنو هذا المقابل؟ المقابل الاول بكل اختصار، شفت هذا التلفزيون؟ اريدك تفتحه وتسوي كل الشغلات اللي موجوده بالتلفزيون، تمام؟ خلاص راح افتح هذا التلفزيون. والله عليكم شباب وبنات، اذا تردون حميد يساعدنا وينطينا دايموند اسطوري، اريدكم هسه شباب وبنات كلكم، ايه كلكم تضغطون على هذا الزر الازرق اللي هو زر اللايك، وتضغطون على هذا الزر الاحمر المستطيل اللي هو زر اشتراك، وتضغطون على هذا الزر الرصاصي اللي هو زر تفعيل جرس اشعارات، يعني ثلاث شغلات بسيطه تقدرون تسوونها حتى عم حميد القروي صاحب هذا البرج ابو الايميرالد راح يساعدنا وينطينا شنو؟ ينطينا دايموند كثير، اوكي؟ خلاص انت سويت هسه المهمة الاولى بنجاح، المهمة الثانية هي لازم انت تختار صندوق من هذول الصناديق اللي عندي، اوكي؟ خلاص رح نختار. طيب ترى على فكرة كل صندوق به شغلة، واكو صندوق اكو صناديق فاضية، واكو صناديق بين شغلات رهيبة، فانت وحظك، تمام؟ افتح الصندوق اللي يعجبك. شباب وبنات لازم نختار صندوق من هذول الصناديق. طيب خلينا نحسب من 1 إلى 10، اوكي؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. هذا حصلنا بيكوكس شباب، والله العظيم انت اكثر شخص محظوظ شفته بحياتي، كفو. اي شباب والله العظيم حصلنا بيكوكس دايموند، الله علينا، شوف هذا البيكوكس دايموند اقدر افلش لي باي شيء يا شباب وبنات، والله العظيم احنا كلش محظوظين الحمد لله والشكر على كل حال. طيب هسه انا حتى انطيك دايموند الكثير كثير، لازم انت هسه بعد تسوي لي فتشغله اخيره، اوكي؟ طيب بس قل لي شنو هاي المهمه الثانيه؟ المهمه الثانيه بكل اختصار، شفت هذا الصندوق اللي بالزاويه اللي على اليسار؟ هذا الصندوق؟ اي هذا الصندوق، اريدك تفتحه وراح تلاقي هناك ستاك زومبي وسيف، تحدي لازم تقتل هذا الستاك مال الزومبي حتى اشوفك انه انت تستحق انه انطيك هواي بلوكات دايموند او لا، تمام؟ سهلة، نفتح الصندوق هذا. ستاك زومبي وسيف، هذا اسطوري، هذا من وين جبته؟ هذا السيف ابو الايميرالد، يعني تعرف اني كل الشغلات عندي مال الايميرالد. اوكي خلاص يلا اقتلني واجيك، اوكي؟ لا ويمي يا ولد، يمي 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 يمي. اوكي خلاص اوكي يلا روح اشتغل، يلا يلا اقتلني كلي نقتلني، بس شيل هاي الورده، فلش هاي الورده، اوكي؟ خلاص راح افلش هاي الورده، ماكو مشكله، يلا بسم الله الرحمن الرحيم. هاي شنو؟ ليش يختفن هذول الزومبيين؟ اني هسه اقول لك شنو الحل هسه. طيب قولوا وياي، يما قوي وي باي ديزاو، يما قوي وي باي ديزاو، يما قوي وي باي ديزاو، يلا جرب. او والله اشتغلت الحركه شباب، مو زومبي الاول لازم قلت شباب. او ماي جاد والله السيف كلش اسطوري شباب بنات، شنو رايكم نسوي له هذول الزومبيين خدعه؟ دقيقه خلي مثلا نجيب له بلوكتين او ثلاثه او اربعه، ما ادري هسه اقول لكم شنو راح اسوي له. هذا الزومبيين اللي راح نرسبنهم كلهم راح نقتلهم بلمح البصر، اوكي؟ 1 2 ونحط لنا بلوك هنا، اوكي الرسبن هسه الزومبي حتى بعد ما يقدر يجي لنا، شنو رايكم بالخطه؟ هيا ورع، لا تغش ممنوع الغش ترى. ارجوك بس هاي الحركه عمو. اوكي خلاص يلا سوي لي عجبك. يلا شباب بنات هسه خلي رسبن لنا اكثر من زومبي، يا شباب رسبن لنا مليون زومبي، يعني هسه شنو نقدر نقتل؟ موتوا زومبيين كلكم، تموتون. شباب هسه تخيلوا قتلنا 7 زومبيين بلمح البصر،
موتوا كلكم، موتوا موتوا. حلو حلو حلو، والله جاي انتقم من هذول الزومبيين. يعني انت ليش تكره الزومبي؟ يعني اني الزومبيين كلهم ضايقتلون عائلتي، وكلهم ضايقتلون اطفالي، يعني اني كلش اكره الزومبيين. ليش اتجذب عليك؟ اللي كاني قلت لك انه انت تجي وتقتلهن. اوكي خلاص خلاص خلاص، اقتلهن كلهن والله العظيم. موتوا 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 كلكم زومبيين، والله اقتلكم قتلة معدلة. موتوا 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 موتوا. اوكي شباب تعال، تخيلوا هسه احنا تقريبا قتلنا بالعشرين زومبي، يعني كان عندنا ستاك هسه صار عندنا 45 شنو 45 زومبي. اوكي ماكو مشكلة، هسه خلي بعد الرسبن كثير. اي جالي زومبي زغطوط، جالي زومبي زغطوط. اي قلت له هذا زومبي زغطوط، تخاف من عنده والله يقدر يقتلني هذا. كفو قتلنا، كفو 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 كفو. اوكي هسه شباب نكمل نقتل هاي الحزمه ما الزومبيين. يا اخي شنو يطولون يا اخي، والله هذا السيف ما عجبني ابو الاميرال. هذا اللي موجود يا اخي، هذا اللي موجود، اقعد واسكت. اوكي ماكو مشكله، خلينا نقتلن شباب، نقتلن قتله معدله. اي موتوا. اوكي 38 شباب تقريبا، هسه قتلنا نصف ستاك زومبيين. رسمن بعد 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 بعد. اي حلو حلو جاي يدمجون هذا اللي يريده، حلو حلو جاي يموتون شباب، والله ماتوا تقريبا هواي هسه. موتوا موتوا. كفو ابو المور كفو، اقتل اقتل. اي هذول اللي يجلدون اخوياي ويجلدون اصدقائي ويجلدون اقاربي، كلن هذول اريدك تقتلهم. اي هذا زومبي زغطوط قتله. اي 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 ما عليك ما عليك، اسوي اني اللي انت قلت لي عليه، والله اقتلهم كلهم. موتوا. اوكي قتلناهم كلهم يا شباب وبنات. اوه والله العظيم انت كفو اسطوره الاساطير يا اخي، عجبتني عجبتني الصراحه. شنو الصوت البرا؟ هاي شنو السلايم؟ هاي وخر سلايم ورع ورع. طيب يلا هسه رح تعطيني الفلوس او لا؟ رح اعطيك الفلوس، بس قبل كل شيء لازم تروح تنام وباكر الصبح ارجع لي. لا لا انا اريد استرجو. طيب خلاص افتح اي صندوق يعجبك تمام؟ هذا. والله العظيم انت اكثر شخص محظوظ شفته بحياتي كامله، يلا مبروك لك التسع ستاكات بلوكات دايموند. والله العظيم شباب اني كلش محظوظ، الحمد لله وشكرا لك الحال، وكله بفضلكم لانكم انتو ضغطتوا اللايك واشتركتوا بالقناة وفعلتوا جرس الاشعارات. ايه كله بفضل المتابعين، من فضلك يا ورع يا نوب. اوكي ماكو مشكلة. اي اي وخروا سلايم، وخروا كلكم، وخروا وخروا. الحمد لله وشكرا يا شباب وبنات، ان شاء الله باكر راح ابدي اشتغل على شغل جديد ان شاء الله، وراح اسوي لي شنو؟ راح اسوي لي برج ابو الدايموند. واو يلا يلا بسم الله الرحمن الرحيم، خلي نروح ننام احنا هنا. هاي ما نقدر ننام، يقول لنا اكو وحوش يمك. شنو وين الوحوش؟ بس قلولي وين الوحوش موجودة، قلولي بس، ماكو وحوش. شنو هاي؟ هاي اوكي ماكو مشكلة، خلي اقعد هنا اني احسن لي. صباح الخير شباب وبنات، والله الحمد لله والشكر عليك الحال، انا اليوم صحيت على 9 ستاكات بلوكات دايموند، والله العظيم فتشي رهيب. يلا يلا خلينا نشتغل هسه على شنو؟ على ايش اسمها؟ البرج مالتنا. لازم يكون عندنا برج اسطوري يا شباب ويا بنات. راح اسوي نسخه مثل هذا البرج اللي عندي، بس راح يكون ابو الدايموند. اوكي نصعد لنا هسه 3 بلوكات اللي فوق، والله العظيم الحمد لله والشكر عليك الحال يا شباب وبنات، تحققت امنيتنا وصار عندنا برج ابو الدايموند الاسطوري الزين اللي ما في احسن من عده. اوكي ماكو مشكله، هسه لازم اول مره نصعد لنا 5 بلوكات لفوق، حلو مثل ما سممت او مثل ما سويت هذا البرج. لا والله هذا كبير كبير على ذاك شباب، اي لازم يكون مختلف على الاقل، لازم يكون به شوي فيكات وحركات وشغلات وبركات. اوكي نفلش لنا هاي البلوكه الزايده، هسه نجيب لنا هاي. لا 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 اوكي ماكو مشكله، طبيعي طبيعي طبيعي، هاي خلينا نفلشها ما حاجه، احنا بعدين نرجع ونفلش نتفلش. اوكي راح يكون بهذا الشكل، نصعد لنا 5 بلوكات، 2 3 4 5 ومن هنا 2 3 4 5 ومن هنا 2 3 4 5 ومن هنا 2 3 4 5. احنا شباب هسه راح نموت. اوكي 1 2 3 4 5. الله الله شباب صار عندنا، خلنا ناكل لحم زومبي، عندنا ستاك لحم زومبي، على الاقل ناكل اشي الحمد لله والشكر على كل حال، افضل من لا شيء شباب بنات، على الاقل خلي نزود شوي القلوب مالتنا. اوكي صار البرج ابو الدايموند، والله العظيم صار 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 واحسن من هذا بمليار مره. اوكي ماكو مشكله، نسوي لنا المكان مال الباب ان شاء الله. اوكي بس لازم ناكل شباب، اكل 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 اكل، والله اريد اهلث شباب، هسه يجي لي سلايم يمين بالله يطقني طقه واحده يقتلني، يمين بالله يقتلني قتله معدله. اوكي طيب هسه شنو لازم اسوي؟ خلي اسد الباب، لازم اسد الباب. يبينا خشبايات شباب، ما عندي خشبايات. هاي هاي شباب ما عندنا خشبايات.
اوكي اجيب لي بعد بس خشبايه واحده، انا محتاج بس خشبايه واحده حتى اسوي لي بيها كوما كوما ستيكات. اوكي خلينا ناخذ اثنين ماكو مشكله طبيعي، حتى اثنين اوكي ناكلنا بعد هذول قبل يجون السلايم، لان هسه اذا يجي لي سلايم يمي بالله يقتلني كتله معدله. اوكي هسه شو اسوي؟ اسوي لي هسه احل لي هاي البلوكه البلوكه مال الدايموند، اسوي لي هسه اول مره كوما ستيكات. خلي اسوي لي مثلا هسه تشفل حتى افلش لي القاع، واسوي لي شنو اسوي لي شنو سيف ما حاجه، عندنا سيف الايميرالد القوي كلش هواي. واو 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 شباب هسه صرنا اغنياء الحمد لله والشكر عليك الحال يا شباب ويا بنات. اوكي ماكو مشكله نفلش هذا كله، هسه نحط بلوكات الدايموند بهذا الشكل. واو واو اوكي هاي خلينا نفلش هاي البلوكه الزايده حلو. هاي لازم تكون دايموند نفس الشيء. يبينا بعد خشبه يا شباب، ما سوينا شو اسمه ما سوينا بس قولوا وياي باب 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 باب. اوكي سوينا اكس حتى نجيب لنا خشبايات ونصنع لنا الباب. اوه موجود عندنا باب، ما حاجه انه احنا سوينا باب. الله الله يا الهيبه الله يا الفخامه شباب، صار عندنا برج اسطوري باتم معنى الكلمه، مال شنو؟ مو مال خشب، بس هاي المره صار مال دايموند. خلينا ننقل اغراضي هذا هاي يعني خلينا ننقلها وين الاكس، كل اغراضي ننقلهن الى بيتنا الجديد او الى البرج مالتنا الجديد. هذا خلينا نسده نهائيا. اوكي لا ما كذا نسده سده هيك بعد ما نرجع لهذا نهائيا، وراح ندخل البيتنا الجديد اللي هو البرج اوف الدايموند. حط لنا السرير، نحط لنا الكرافتنج تيبل، نحط لنا الصندوق الزين، نحط لنا كل اغراضنا هنا. والله العظيم اني كلش كلش فرحان يا شباب وبنات، والله العظيم الحمد لله والشكر على كل حال، وكله وكل هذا كله بفضلكم وبفضل صديقنا احميد. واو